بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. إخواني في الله، هذه الليلة نأخذ درس من عمدة الأحكام، وكنا في باب العيدين. آخر ما أخذنا هو حديث البراء بن عازب، نعيده من باب المذاكرة. The last thing we took is the hadith of Bura ibn Azib. I'm going to repeat it just for the sake of فائدة، لأن الحديث بعده يتعلق به، ثم نواصل. We're going to repeat it just because the hadith after it is connected to it. Then we're going to continue. قال رضي الله عنه، هو عن براء بن عازب رضي الله عنه، خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. The Prophet صلى الله عليه وسلم gave us the khutbah. He spoke to us in the khutbah after the salah. وقد أخذنا في يوم العيد نبدأ بماذا؟ بالصلاة خلاف للجمعة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. Whoever prayed with us the Salat al-Eid, then he slaughtered, then he has fulfilled the slaughter. نعم. لابد أن تضحي بعد الصلاة. نعم. You have to slaughter your animal يوم الأضحى after the Salat al-Eid. And whoever slaughters before the Salah, فلا نسك له. Whoever does it before the Salah, he doesn't get the reward. No. ما الضحى. فقال أبو بردة ابن نيار، وهو خال البراء بن عازب. الصحابي is the uncle of البراء بن عازب. يا رسول الله إني نسقت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. هذا صحيح. He said, oh Messenger of Allah, I slaughtered my sheep before the salah, and I knew that today was the day of eating and drinking. فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، يعني فعله من باب الحرص على الخير. He said, I knew that today was the day of akling, of eating and drinking. وهذا جاء من حديث نبيشة أظن. قال يوم الأضحى ويوم الإيد أو أيام التشريق، قال صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب. وفي رواية وذكر لله. These days of تشريق are the 3 days after the Eid. نعم. 4 أيام. Days of eating and drinking. So he knew that it was those days. So he rushed. He said, I wanted my sheep to be the first one slaughtered. No, he wanted good. فقال فذبحت شاتي. I slaughtered my sheep. وتغديت قبل أن آتي الصلاة. I already ate. He slaughtered, ate, and he came to the salah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شاتك شات لحم. نعم. ما حرصه. نعم. ونيته. اسمه أبو بردة ماذا؟ ابن نيار. نيار. The Prophet said, your slaughter is just meat. You just got sheep's meat. That's all you got. You didn't get the reward. يعني صراحة. فقال يا رسول الله، إن عندنا إناقا هي أحب إلي من شاتين. وإناق هو دون السن. نعم. ما يجزئ. نعم. He said, I have left after I slaughtered that a smaller sheep, less than 1 year. It's more beloved to me than 2 sheep. Is it sufficient? Does it compensate if I slaughtered this after the salah? فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
ولن تجزي عن أحد بعدك. He said yes, but it will not be, it won't compensate for anybody after you. هذا كان خاص له. وأنا سألتكم من قبل أسألكم اليوم ماذا يفيد لن؟ لن أذهب. ما كيف تقول لا أذهب إلى السوق؟ لن أذهب إلى السوق. إيش الفرق بين لا أذهب إلى السوق ولن أذهب إلى السوق؟ نعم ماذا يفيد لن؟ الله يبارك فيك، الله يعطيك من فضلي، أحسنت، عجبت وأصبت. نعم لا أذهب إلى السوق بمعنى الآن، I'm not going now، حالا. لن أذهب في المستقبل، لن في المستقبل. فما في داعي تقول ما سأذهب، لا تقول ما سأذهب، ما في داعي، قل لن أذهب، يعني مستقبل. لن is for نفي واستقبال يا أبا أكرم بأنور. نعم وأنت كريم عندنا. نعم. يا أبا أنور أسمعي، لن is in is نفي في المستقبل، هذا نفي في المستقبل. أما إثبات، إثبات في المستقبل سأذهب، سوف أذهب. نفي في المستقبل لن أذهب. إثبات أنا أذهب، I'm going to the souk. لا أذهب من السوق، I'm not going now. أنتم معي يا إخواني. نعم هذه اللغة العربية. The prophet said in the future لن تجزي عن أحد بعدك. It's not going to be suitable for anybody in the future. أخذنا هذا الحديث، الآن نقرأ حديث آخر للسؤال عندكم. We took that hadith before, now we're in a new hadith. عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب. The Prophet صلى الله عليه وسلم he prayed يوم النحر وهو يوم العيد. ما معنى النحر يا معاد؟ النحر فصل لربك وانحر. ايش النحر؟ الذبح. نعم النحر هو الذبح وهو يوم العيد. نعم من سلورة نحر من سلورة. نعم ثم خطب يعني after the صلاة يجب خطبه. فقال من ذبح، من ذبح ثم ذبح، عفوا ثم ذبح، the prophet slaughtered. نعم صلى خطب ثم ذبح. نعم then the prophet slaughtered his hand. وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. Whoever slaughtered before the salah, he slaughtered something else in its place. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. And whoever didn't slaughter, then let him slaughter now. Say بسم الله. كيف في هذا الحديث قال النبي أول لن يجزئ لأحد بعدك. والهذا قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها آخر. كيف هذا يا إخواني يا موسى؟ How is that? The first hadith, the prophet said, the person said, I slaughtered before the salah. نعم. He said, I have a smaller sheep. Can it replace, can compensate for me? He said, yes, only for you. Not for anybody else. But right here in this hadith, the prophet sallallahu alayhi wa sallam قال, من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانا. Whoever slaughtered, اسبروا, سؤال عند موسى. نعم مدرسكم له مغالطة ويغالط كثيرا. انتبهوا. نعم the teacher has a lot of tricks up his sleeves. Okay he said here whoever slaughtered before the salah and slaughtered something else in his place. كيف نجمع بين الحديثين؟ How are we going to combine between these two hadiths? First the prophet said it's not going to count for anybody. Here the prophet saying go slaughter another one. He got
لن تجزي عن أحد بعدك. أنت يا أبا بردة only you. نصر مو فاني بالي. إيش عندك يا أبا أنوار؟ عندك أم صالح؟ لن تجزي عن هذا كان عنده إناث. هذا كان عنده إناث. يا لبيبي she was too small. But not about the time to come with a whole nother sheep. نعم. كامل. نعم. A whole nother sheep. إذا ذبحت قبل الصلاة ما يجزئ. ولكن أن تأتي بمثلها بعد الصلاة يجزئ. If you slaughtered your sheep before the Salah, it doesn't count. But if you come with another sheep, but this Sahabi, he had a baby. That's all he had left. That's all he had left. No. He only had a baby. She was less than a year. Ma yudzit. It's not sufficient. No. هذا درسنا في هذا. نريد نواصل في حديث آخر وفيها فائدة نستفيدها يا إخواني. طيب وهو حديث جابر رضي الله عنه. قال رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وشهد بما أنا حضر. نعم. فأنا سأسألكم الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان ايش الآية؟ شهر رمضان الذي نزل والذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر فمن شهد منكم الشهر ما معنى شهد ما معنى شهد نعم يعلم فمن شهد يا ليث ما معنى حضرة ها طيب ما معنى حضر اسمع الآن اسمع فمن شهد منكم الشهر فيصوم وهذا شهد وهذا حضر يصوم فمن كان مريضا أو على السفر سفر هو خلاف حضر نعم سفر is traveling حضر is موجود is not traveling نعم بمعنى مقيم شهر is there is present is not traveling نعم شهد بمعنى حضر present نعم والله سبحانه وتعالى يقول والسؤال عند من عند من عندك يا عبد الكريم تختبئ هنا زايد السؤال عند الزندان زايد الله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك يعني في القرآن إن في ذلك لآية إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى إن القرآن is a reminder for two people لمن كان له قلب whoever has a heart that's alive he just hears the Quran he accepts it ما يحتاج فقط يفهم ويعمل به he automatically knows it understands it he works with it it's another person أو somebody else يلقى السمع he listened closely وهو شهيد ما معنى وهو شهيد حاضر القلب yes his mind is present paying attention شهيد بمعنى حضر أنتم معي يا إخواني يا إدريس نعم his mind is present ألقى السمع وهو شهيد he has يتفكر he has to listen closely أما ذاك الذي قلبه حيط يسمع ويمشي هو يفهم الآيات يفهم على طول يمشي نعم طيب فجابر سأل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد I was present شهدت مع I was present there
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. He started with the salah before the khutbah. بلا أذان ولا إقامة. There's no أذان. There's no إقامة. هل أخرج المنبر من المسجد إلى المصلى يوم العيد؟ لا. لا. He didn't bring the minbar. No. He spoke on the ground. ثم قام متوكيا على البلاد. And he stood leaning on بلاد. فأمر بتقوى الله. He commanded the people to have the taqwa for Allah in his khutbah. وحث على طاعته. And he encouraged them to be obedient to Allah. So this is what khutbah is about. وَوَعَظَ النَّاسِ وَذَكَّرَهُمْ. Admonished the people and he reminded them. هكذا الخطبة يحتمل هذه الأمور. نعم. يحتوي ويشتمل وعظ والنصيحة. This is what the khutbah contains. You remind them of taqwa, obedience to Allah. You encourage them, you advise them, you remind them. نعم. ثم مضى حتى أتى النساء. Then he went to the, he spoke to the woman behind. He went and spoke to the woman. فوعظهن وذكرهن. He advised them, admonished them. وذكرهن. He reminded them. نعم. فقال يا معشر النساء أو women تصدقنا. نعم. Give charity. فإن كنا أكثر حطب الجحنم. Give charity because verily you are the most hatab and the most fuel for the hellfire, the most thing that's burning the hellfire. فقامت امرأة من سطة النساء يعني جالسة مع النساء صفعاء خدين يعني فيها سواد. She's elderly. نعم. فقال لما يا رسول الله. Why are the women the most people in the hellfire? لأن كنا تكثرنا الشكاء. تكثرنا الشكاء. نعم. Because they complain a lot. نعم. وتكثرنا الأشياد. في بعض الروايات تكثرنا اللعنة. السب. نعم. السب. نعم. وتكفرنا العشير. ما معنى هذا تكفرنا العشير؟ ما معنى العشير؟ الزوج. نعم. العشير الزوج. ما معنى تكفرنا الزوج؟ ينكر المعروف. أحسن كلام طيب. They're unthankful. They deny the good that he does. ينكر معروف. نعم. They deny the good. They say you never, you always, you never give. نعم. ينكر المعروف. نعم. قال فجعلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا نريد أن ننظر فيه اليوم. ما ذكر هذا إلا من أجل أن يحثهن ليس من أجل أن يذلهن. لا والله. نعم. The Prophet mentioned just to encourage them to do good, not to belittle them, not to humiliate them. نعم. فجعلنا يعني تأثرنا بهذا الكلام. فجعلنا يتصدقنا. He started giving charity. من حليهن. When they're gold. ويلقينا في ثوب بلال من أقراطهن. يعني the earrings. وخواتيمهن and their rings. وفي هذا الحديث أنا أريد أن ننظر في هذا يا إخوة. لأن ظهر لي من قريب أن أناسا يستعملون مثل هذه الأدلة من أجل أن يهين النساء. نعم. أن يقلبوا عليهن. نعم. يذكر يعني أدلة كثيرة أن المرأة تحت الأقدام لا لها شأن. نعم. I'm only mentioning this because it's just become aware to me that men use a lot of dalil just to subjugate their wives and put their wives down with Quran and Sunnah. حتى المرأة بدأ يشك وهي تقول أمك الإسلام ليس لي. The Muslim woman started to think like maybe Islam is not for me. إذا أنا تحت الأقدام وحان أضرب ما أنا إلا الفتنة أخضر أهل النار
ممكن، هذا ما هو ديني، أنا أريد أكون أكثر أهل النار. نعم. Some of them they started that like if I'm just starting up now, if I'm under the feet, low, I'm the main thing in fire, I don't have no rights, I'm subjugated, I'm belittled, like maybe this is not the religion for me. تشك. ولكن نريد أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا إذلالا وإهانة وتحقيرا للنساء. The Prophet صلى الله عليه وسلم didn't mention this. To belittle the woman, ولكن من أجل أن يخوفهن ويحثهن على الخير. Just to make a heavy encouragement for them to do good. أولا كما أن النساء أكثر أهل النار. We see that the women are أكثر أهل النار. They're the most people in the hellfire. أولا هم أكثر أهل الأرض وهن أكثر أهل الجنة. نعم كل هذه النصوص. Then the most people on the face of the earth is women, and from other hadith, the most people in Jannah is women also. ولا نقلب هذا وننسى هذا. We're not gonna just concentrate on this, on this, on this, and forget that it's more women here. سيأتي يوم والرجل واحد يقوم على 40 امرأة في آخر الزمن. نعم. 50. 50. Now one man is gonna be in charge of 50 women at the end of time. نعم. لقلة الرجال. نعم. So everything has to be in its place. والله سبحانه وتعالى يذكر الرجال مع النساء في آيات كثيرة. Allah mentions the women next to the men, the righteous, together in many آيات. فيقول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية. The Muslim men, the Muslim women, the believing men, the believing women, the obedient men, the obedient women, the truthful men, the truthful women. إلى آخر الآية. خاشعين وخاشعات متصدقين متصدقات. لكن حافظين فروجهم والحافظات. Those who protect their private parts for the men. Those who protect their private parts for the women. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Whoever does good deeds from a male or female is a believer. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. We're going to give him a good life. نعم. فرجال كثير نعم يستعملون الأدلة من أجل يعني شؤونهم. نعم. من أجل يعني أمورهم. A lot of men, they just use the proof just for their own personal benefit. For their own personal benefit. حتى يغلب أهله. So he can just be on top of his wife. So he can take advantage of his wife. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نعم. Allah answered their dua. He said, I don't waste the good deeds of any servant from amongst you, male or female. Y'all are from one another. بعضكم من بعض. ثم ذكر بقية الآية. ففي حديث هنا أن إهانة النساء هذا من الأمور الجاهلية. Belittling women and degrading women is from the affairs of جاهلية. وهذا حديث في البخاري عن ابن عباس وهو يروي عن عمر. قال ابن عباس رضي الله عنه مكثت سنة وأريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. وهو ابن عباس إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله وما هذا يعني غاية من الأدب مع عمر. He said I waited one whole year. I wanted to ask Umar a question. I couldn't ask him just out of respect for him. Oh, yeah. And he's Ibn Abbas. والحبر. What do you think about other than Ibn Umar and Ibn Abbas? A whole year. He's waiting just to ask one question. Haybat Allah out of fear, out of respect. فقال
حتى خرج حاجا فخرجت معه. So he went out making Hajj. He's traveling on the road. So I went with him. فلما رجعت كنا ببعض الطريق عدلا إلى أراك لحاجة له. When we were coming back from Hajj, عدلا ما معنى عدلا؟ يعني مالا. عدلا بمعنى عالا. يعني مالا. He went off to the side of the trick. He went over to the side to a tree to fulfill the need that he had. فوقفت له حتى فرق. I waited for him until he came. ثم سرت معه. Then I walked with him. فقلت يا أمير المؤمنين. ما معنى هذا يا إخواني؟ ما معنى أمير المؤمنين؟ كيف هو أمير المؤمنين يا عبد الكريم؟ هو الخليفة أنا ذاك؟ نعم، he's the خليفة. قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات أبو بكر. This is after the death of the Messenger of Allah and صلى الله عليه وسلم and أبو بكر رضي الله. قال يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواج؟ Who are the two women تظاهرتا على رسول الله؟ أي آية هو يقصد؟ What آية is he talking about؟ ها؟ لا 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 أي آية هو يقصد؟ نعم تعال أي آية؟ إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. إن تتوبا إلى الله the two of you يبقى من التوبة. إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما your hearts went against the messenger of Allah. تظاهر عليه they went and they fooled and tricked the prophet. Who are these two women? That's what Ibn Abbas is saying. Who are these two women? Allah threatened them in the book of Allah. وهذا الآية الذي هو يقصد. That's the ayah he's talking about. Ayah number 4 in Surah Al-Tahrim. He waited a year. No. قال تلك حفصة وعائشة. أبو أمه هي the answer. That's حفصة وعائشة. وهو ذكر حفصة أولا بنته. He mentioned عائشة حفصة first. That's his daughter. It's حفصة عائشة. ثم فقلت والله. Ibn Abbas is talking. Ibn Abbas said والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع حيبة لك. He said right to him. He said, by Allah, I wanted to ask you this for a whole year, but I couldn't. It's just out of respect for you. حيبة لك. قال لا تفعل. Umar said, don't do that. Don't do that. إن ظننت أن عندي من علم فاسألني. If you think I have knowledge about something, ask me. فإن كان لي علم خبرتك بي. If I have knowledge about it, I'm going to inform you about it. ثم قال عمر وهذا شاهدنا. Then Umar says, and this is our point. قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لكنا ما قسم ما هم شيء عندهم. I swear by Allah, we did not consider the woman anything. We were in jahiliya. قال إن كنا في الجاهلية. Certainly we were in jahiliya. We did not consider the woman any matter. Until Allah revealed what he revealed. وقسم لهن. And he gave them their share. When he gave them their share, ما كان عندهم شيء في الميراث. فأول آية الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب من هذه الآية عظيمة عظيمة. يا إخواني أنتم ما تعرفون هذا نزل على أناس ليس لهن شيء. This آية الله says للرجال, for the men, they have a portion.
of what their relatives leave behind when they die. Then Allah says right after that, and for the woman, they have a portion of what their relatives leave behind. The woman had nothing until Allah gave them their rights. And Umar said, we didn't consider them anything until Allah raised them up. فانظر ايش يقول. قال بين انا في امر اتامر. I'm in a matter. I'm thinking about how I'm going to do this matter. I'm going to get this job done. كيف سافعل هذا الشيء. بين انا في امر اتامره اذ قالت امراتي لو صنعت كذا وكذا. يعني اقتراح. نعم. She said, well, I'm figuring how to do this. My wife said, why don't you try to do it this way or that way? Just an idea, a suggestion. هذا أمه. قلت لها مالك ولما ها هنا فيما تكلفك في أمر أريد. إيش من كلام؟ إيش من جد يا إدريس؟ نعم يا أبا أنوار انتمائي. She just said, "Lo sanat, if you did it such and such and such a way." He said, "Maliki walima hauna. What do you have to do with this matter I'm doing right here? What you got to do with this? What obligated you? What burdened you in something I want to do? What do you have to do with it?" She just made a suggestion, ya Naim. You with me? Woman had no talk, nothing. هذا في الأمور الجاهلية. هذا أمر يصلح. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب. She said, this is strange from Ibn Khattab. She's not gonna come with an ayah from the Quran. She's not gonna come with a hadith. What's she gonna say? She said, this is strange that you speak to me like this. ما تري أن تراجع أنت لن تراجع. You don't want nobody talk back to you. أن تراجع. You don't want anybody check you. You want anybody to say nothing back to you? وَإِنَّ بَنَتَكْ تُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ. And your daughter, she talks back to the Messenger of Allah. She didn't come with no ayat. No hadith. His own daughter with the Messenger of Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. يَاش مِنْ حُجَّةٍ. والحديث طويل. ما سنكمل. قال إِنَّ بَنَتَكْ لَتُرَاجِعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يوم غضبان. And still, she talks back to the Messenger of Allah until he spends the whole day upset. The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, when his wife's talking back to him, spends the whole day upset. فقال عمر, فقام عمر, اسمعوا إلى هذا, تصوروا هذا, picture this. فقام عمر أخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة. Umar, he's in the house. He just has an izar. He doesn't have an izar. He just grabbed his rida and no, he's out the house. نعم. فجأة. نعم. فمثل هذه الأدلة يا إخواني في الله ما نذكره من أجل تحقير النساء. We don't use the Quran and the Sunnah to belittle the women, ولكن من أجل أن يعرف شأنهن, so they can know their position. مثل هذا الحديث. ما تركت بعدي, حديث أسامة بن زيد, ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. I did not leave behind me a fitna more damaging to the men than the woman. فعلى المرأة تعرف لابد تتحجبي, انتبهي من صوتك, watch your voice. الله سبحانه وتعالى يقول إن اتقيتن فلا تقضعن بالقول. لأن هذا يؤثر على الرجال. If you fear Allah, then don't soften your voice when speaking to men. Don't soften your voice. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرُّ. نعم. نعم. And this is the time of the Sahaba. نعم. Because the one that has sickness in your chest, يَطْمَع, is going to desire you just because of your voice. It's because of your voice. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ليس تحقيرا للنساء لكن تنبيها للأمة. He didn't mention this to put down a woman, but so the all everybody, the men and women would know the fitna of the women, that the men يتأثر منهن. ها
الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لأن يتأثر lower their gaze they get affected by that. يقول للنساء أي امرأة استعترت وخرجت من بيتها نعم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا وكما قال صلى الله عليه وسلم. Any woman that puts on perfume and she leaves the house and she's such and such and such and such. Why? Then have you athil al rijal? Let's look at the perfume. It bothers her skin because that one, for one puts on perfume, affects the rijal. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, la an yuk'ana ahadukum bi mikhyatin fi ra'sihi bi mikhyatin khayrin lahu an yamas yadam ra'atun la tahallu lah. For one of you to get packed in the poke of your head, to get poked in your head with a metal spike, that's better for you than to touch the woman, the hand of a woman. It's not permissible for you. Not because in the hand is some germs or anything like that. You have a fitna. لَيْسَ شَيْءٍ مِنْ هَذَا تَحْقِيلٌ لِلنِّسَى. None of that is to beat up the woman with dalil. Nah. And the women these days, they feel beat up with Quran and Sunnah. كلها يحقرهن. All of it belittles them, makes them nothing. لا. Woman باب تأثير النساء على الرجال. وكذلك أن يعرف حق الرجل عليهم. انظروا هذا حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ليس لأبيها. لا لجارها لزوجها. المسألة ماذا يا إبراهيم؟ الزوجية. نعم. من أجل يبين عظم حقه. نعم. ولكن ليس تحقيرا للنساء بل بيانا لحقه. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, if I was commanding anybody, if ما قد أمر بي, if I was commanding somebody to prostrate to somebody else, I would command the woman to prostrate to the husband, to her husband. Just because the haq that he has, not to haqir laha, not to belittle her, not to humiliate her, just to explain he has a high position, he has rights. نعم. والأمثلة إلى هذا كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول أن نتنبه لهذا. الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. The men are the caretakers and the providers, the ones responsible, qawwam, over women. Because when Allah favored some over others, Allah faddala. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Because what they spend from their money. الرَّجُلْ هَذَا عَلَيْهِ. The rent is عَلَيْهِ. The light, عَلَيْهِ. The water, عَلَيْهِ. الْفُود, عَلَيْهِ. The balabas, كُلُهُ عَلَيْهِ. Everything is on the رَجُلْ. نعم. Everything. He has to pay for everything. Her food, her shelter, her clothing, the lights, the water, everything. هذا من قوامة. That's his responsibility. Then Allah says, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٍ حَافِظَاتٍ لِلْغَيْرِ. So the righteous women, they're righteous, they're obedient, and they guard. In the absence of their husband, they have to guard. They guard their privacy, they guard his money, they guard his honor. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ when the shoes were irtifa'. Nah. If a man is afraid that his wife is going to rebel against him, فَعِظُوهُنَّ advise them. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ abandon them in the bed. Don't have relations with them. يعني درجة درجة step by step خطوة خطوة. وَضُرِبُوهُنَّ وَهُوَ الضَّرْبُ غَيْرُ مُبَرَّحِ and hit them. نعم. It's a hit that doesn't hurt. الله سبحانه وتعالى بعد هذا في تنبيه لنا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا. If they obey you, don't go overboard. لماذا نبه بهذا؟ لأن هناك رجال يبغون ويزيدون بعض الطاعة. فإن أطعنكم, if they obey you, فلا تبغوا عليهم, don't oppress them. إن الله كان عليا كبيرا. وأدل على هذا كثير يا إخواني. حتى الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه هذه الآيات, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, وغير هذا مما نزل في الكتاب المصنف.
Allah subhanahu wa ta'ala has heard the one that complained to you and argued with you concerning her husband. كل هذا لما يأتيني هذه الأيام من بعض النساء يشكن في الدين. They have a doubt about Islam. Like, is it? هل هو لي؟ هل إسلام لي؟ أنا في هذا الدين ما أساوي شيء. In Islam, I'm nothing. لا أنت من المؤمنات الصالحات. في آيات يذكرن فضلك. نعم. There are ayats in the book of Allah, they mention your virtue, they mention your stature. But men, because of their insecurities, because of their weaknesses, they use this delil just to put them down. وهذا في مواضع كثيرة. ولكن نكتفي بهذا القدر يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا آخر ما نأخذ هذا حديث عن عبد الله بن زمعة. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء ثم ذكر النساء فقال لما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر يوم. Why would one of you beat his wife like she's a slave and then at the end of the day he wants to have relations with her? Then it doesn't work like that. You can't do both. نعم. هذا الواقع. هذا الواقع. ما كان الرجل يقول لأهله كلامك ما يصلح. The way you speak to me is not correct. I don't like the way that you speak to me. يهجرها في النهار. Making the day he doesn't speak to her. He doesn't answer the phone. You're disrespectful. وإذا غربت الشمس. And when the sun sets and the lights go out, ما شاء الله قد نسي كل هذا. He forgot all that. He wants قربان. He wants to lay down with his wife. Like, أنا الشيطانة. I'm the شيطانة. Remember me? You remember me? I'm the إبليسة. You remember me? You call me إبليسة. I'm not worth all that. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا. You can't abandon your wife during the day. You call her out for everything, and at night you forget all that. مسامحة في الليل والعداوة في النهار. At night everything is hunky dory. That's an English word. I don't know that word. At night everything is hunky dory. Everything is beautiful. And the day, عداوة, upset. Never. No. But هذا يشكك المرأة في دينها. This makes the woman have doubt about her religion. Like, is this Islam? إنه ما يعمل عمل إلا وله دليل. He doesn't do anything. He says, قال الله رسول الله كان السلف. هي جاهلة. She don't know no Quran. She don't got no sunnah. She don't know none of these ayat and these hadiths. She's like, well, maybe Islam is not for me. أنا أعرف أن الله واحد. I know that he's one. But this part, I'm nothing. فيا إخواني الألفة التواضع التودد هذا طيب. نعم. ماذا في قلوبنا يا إخواني؟ What we have in our hearts. قلت للرجل أنا أقول لنفسي قال يا أخي I don't know what to do with this woman. قلت له ارضيها بس أتحداك إيش عندك. Please your wife. What you got in your chest? You can please your wife. You can't. Each got what you got. ارضي أهلك خليها سعيدة. ايش عندك؟ عندك قلب او حجر؟ يا براق او يا بحر؟ ارضيها كيفها make her comfortable. ايش عندك؟ what do you have؟ هل نحن رجال؟ are we men or what do we become؟ we can't please your woman. كله ما هو بال 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 بالاحساس not just physical. كان لذاك كتعام خليها تشارك عنها مكرمة معززة شرفة. ايش عندك في قلبك؟ ايش من كلماتك؟ give me the good speech you got. What you got from كلام من هدايا من تصرفات from movements can we smoke what you got. Yeah. حجر. نعم يا اخواني تلينوا. نعم أم أولادك. نعم smother your children. فإذا أكرمتها أكرمت نفسك وإن أهنتها فالخبر محذوف.
If you honor her, you honor yourself. And if you humiliate her, I don't have to say the rest. هذا درسنا الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك. Thank you.